أجل. عندما يستمعون إلى القرآن الكريم يدركون حلاوته، بل قبل الخامسة، في الرابعة وربما في الثالثة، وهذا لمسناه بأيدينا، كنا نسمع أشياء كثيرة. عبد الرحمن مرة، وسأسبق شريحة ستعرض عليكم بعد قليل إن شاء الله، أصيب بجرح في يده، جرحت يده، جرحت جرحا عميقا، تألم، نزف دما، ثم صار يبكي ويتألم بالفصحى. قد تستغربون من ذلك. وعند الطبيب كان يقول: أبتي أرجوك لا أريد إبرة، إنها مؤلمة جدا. كيف تذكر الفصحى وهو في شدة ألمه؟ الطبيب وكأن لسان حاله يقول: ما له يتفاصح هكذا؟ هل هنا مكان تفاصح الأطفال؟ أفلام كرتون نحن هنا؟ لم يدر الطبيب أن عبد الرحمن صار يفكر بالفصحى. أحبتي الكرام، آمنة أخته أكبر منه، وأخوه عبد الله أصغر منه، وهم الثلاثة بفضل الله يتكلمون معي الفصحى، لأنني منذ ولدوا لم أتحدث معهم إلا الفصحى. يسأل سائل: وما نفع ذلك؟ اقرأ معي بعد ذلك. عبد الرحمن الآن قارئ نهم، قرأ مئات القصص وعشرات الكتب بفضل الله سبحانه وتعالى، وفعلا هو الآن يحب كثيرا جدا الكتاب. لقد أدرك أن هذا الكتاب صديقا له، لأن لغة الكتاب هي اللغة التي يفكر فيها. عبد الرحمن، تحكي لنا عن تجربتك في الفصحى؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من نعم الله علي ومن فضله أنه قد وهبني أبا لا يتكلم معي منذ نعومة أظافري إلا بالفصحى. وكنت ألقى إعراضا منه عندما أتكلم بغيرها، فصرت أتكلم معه بها من بلا شعور. أجل. وسأذكر. عذرا، تفضل. تفضل أكمل. وسأذكر اثنين من الأشياء التي اكتسبتها، الأشياء الجيدة جدا التي اكتسبتها من لغة الفصحى. أولا، أصبح الكتاب كما قال أستاذ مروان خالد أبي، كما قال، أصبح الكتاب صديقا لي، وقرأت الكثير الكثير جدا من الكتب. والشيء الثاني، أنني أحسست فعلا بحلاوة القرآن وقراءته، لأن لغة القرآن هي اللغة التي تعلمت بها ودرست بها. آمنة عندما كانت في الرابعة سمعت قول الله، وكانت معي في السيارة: إن تنصروا الله ينصركم. فهبت، قالت: أبي نحن ننصر الله. إنها تتزوق القرآن، نحن ننصر الله. هذا التزوق، عبد الرحمن كان معي في السيارة مرة، تعرفون هذه الأشياء التي يضعونها أمام المحلات الجديدة، هذه النفاخات التي فيها هواء، تعرفونها، ممتاز ممتاز. فقال لي، كان صغيرا جدا، نظر إليها قال: أبي هل هذه هي النفاثات في العقد؟ إذن يفكر في كلام القرآن. أريدكم جميعا أن تكونوا كذلك. ثمرات الفصحى أحبتي كثيرة جدا. الذي رأيتموه قبل قليل الدكتور عبد الله الدنان، هو رائد تعليم هذه اللغة بالفصحى، رائد التعليم بالفطرة والممارسة، جرب ذلك من 35 عاما مع ابنه باسل. وهناك مقطع كنت أود لو أنني استطعت أن أنزله لأريكم إياه، انظروا إليه، اكتبوا في اليوتيوب الدكتور عبد الله الدنان الفصحى مع باسل،
انظروا كيف يحدثه وكيف يتحدث معه. أحبتي الكرام، هذه ليست صعبة، صدقوني. ما على أحبابنا الصغار إلا أن يعودوا أنفسهم مع من يتقنها. لابد أن يكون المصدر صحيحاً، انتبهوا، لا نأتي ونتفاصح كما نريد، لا، لابد أن نأخذ من المصادر الصحيحة. من المصادر الصحيحة التي وفقنا الله إليها أفلام الكرتون. نعم نعم صحيح، لكن لا نعتمد عليها فقط، وإنما يجب أن يكون عندنا مصادر كنا نأمل أن تكون في المدرسة، ولكن للأسف الشديد عبد الرحمن نسبياً اللغة الفصحى التي كانت عنده قبل المدرسة صارت نسبياً أقل. أرجو المعذرة، لكن لا بأس أن تسمعوا هذا النشيد جميل ترى. سمعتم شيئاً؟ ذهب المتصل وذهب النشيد معه. طيب، إذن نريد جيلاً قارئاً، أمة لا تقرأ أمة جاهلة، أمة لا تقرأ أمة ضعيفة، أمة لا تقرأ أمة بعيدة عن القرآن والإسلام وعن الله. لماذا؟ لأن الله يقول لنا في الكلمة الأولى ماذا يقول؟ اقرأ. ماذا الكلمة الأولى التي نزلت على نبينا؟ ما هي؟ اقرأ. صدقوني، من أفضل ما يساعدكم على القراءة ويجعلكم تحبونها أن تصبح لغة القرآن هي اللغة التي عندكم، فاهتموا بذلك بارك الله فيكم. وهذا لا ينفي أبداً أن عليكم أن تتعلموا لغات أخرى، فمن تعلم لغة قوم أمن مكرهم، وعلينا أن نتعلم اللغات الأخرى من الإنجليزية وغيرها، لأنها ستساعدنا في أن نكون فاعلين في الحياة والمجتمع.